اهلا وسهلا يا حضرات. اهلا بيك يا بني، شرفتونا. اشكرك. فندق. معقوله الدكتور نديم المغربي؟ مش حضرتك الدكتور نديم المغربي؟ نعم دكتور. حضرتك متاكد ان ده دكتور؟ ايوه ده الدكتور نديم المغربي، وحاصل على جائزه نوبل في الفيزياء والكيمياء. بيتهيالي ان هو نوبل ده. ايوه ده هو، شكله متغير شويه بس متهيالي هو. هو فعلا اسمه نديم، بس انا مش متاكد من اللي انت بتقوله ده. انا متاكد، انا حاسس ان هو الدكتور نديم. ايوه فعلا، عشان كده بيقعد يتكلم كلام غريب كده عن فيزياء الكترونات مش عارف ايه. هو انت اللي بيقول عليه ده ولا ايه بالظبط؟ فهمني حكايتك. بالراحه عليه من فضلك، بالراحه عليه لو سمحت. انا حاسس ان هو صحيح، وشكله متبهدل شويه، بس انا حاسس ان هو فعلا اسمه نديم، وانا كنت عارف حاجه عنه، بس لازم اعرف كل حاجه دلوقتي. ممكن تسمح لي بشويه من وقتك؟ تحت امرك. عايز تقول ايه؟ لا ما ممكن نقعد في الهواء. طيب اتفضل يا فندم. اتفضل يا حضرتك. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. صدقني انا ما اعرفش عنه حاجه غير اللي انا قلته. هو حضرتك ما تعرفش الدكتور نديم؟ يا فندم ما اعرفش. انا لا في اعلام ولا في صحافه ولا في سوشيال ميديا، ماليش الحاجات دي. انا راجل بجري على اكل عيش وبس. يعني انا بصراحه اول مره اتحط في موقف زي ده. وبعدين من ساعة ما ركب معايا الراجل ده وكل قاعدين في الفندق دول بيمشوا ورايا بيراقبوني، مش عارف ليه. بصراحة أنا قلقت جدا. يكونش معاه بحث علمي وعايزين ياخدوه منه؟ تصدق ممكن. طب أنا هتصرف. أيوه هنعمل إيه؟ أنا هكلم السيد رئيس مباحث شقرة وهتصرف. اتفضل حضرتك، خش جوه حضرتك. اتفضل يا فندم. معلش أنا تعبتك معايا. لا تحت أمرك. شكرا يا فندم. شكرا. أنا هتصرف.